الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا سما، أكمل الدين وأتم به النعمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالق وشكي. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخواني من المسلمين، أمة الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى من زخيرة معاد وأفضل زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتقوا الله عباد الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، وخالقوا الناس بخلق حسن، فإن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن أثقل شيء يوزن في ميزان المؤمن يوم القيامة من عمله خلقه الحسن. فخالقوا عباد الله بخلق حسن. أيها الأحبة في الله، اعملوا أعمال الصالحات قبل أن تشغلوا، مخلصين لله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. أيها الأحبة في الله، فاتقوا الله وتمسكوا بسنة رسولكم عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله، وادعوا ربكم فإن ربكم مجيب الداعين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين، وتوكلوا على ربكم فإن الله يحب المتوكلين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادات الغرر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولا
بتقوى الله سبحانه في السر والعلن واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله حيث أمرنا بذلك قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا اللهم زين أعمالنا بسنة نبيك، وزين قلوبنا بخشيتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واجعل لهم من لدنك وليا ونصيرا يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.